طلاب ميدل 1، اهلا بيكم مع فيديو جديد من فيديوهاتنا. فيديو النهارده هناخد ريفيجن على الجزء اللي جاي لنا في الامتحان شهر مارس. يلا بينا نبدا. choose the correct answer. 7x power 0، اي حاجه power 0 equal what equal ال1. negative 4 over 5 power 0 equal what، برضو البراكت كله عليه power 0، يبقى اي حاجه power 0 equal 1. بصوا هنا نفس الكلام، اي حاجة باور 0 equal 1، تمام؟ بس في نيجاتيف بره البراكت ملهاش دعوة بالباور 0، تفضل زي ما هي. النيجاتيف اللي بره البراكت تفضل زي ما هي، فيبقى الانسر نيجاتيف 1. نفس الكلام نمبر 4، في نيجاتيف بره البراكت يبقى يفضل النيجاتيف زي ما هو. اي حاجة باور 0 equal what equal what، يبقى الانسر equal ايه؟ equal negative 1. يبقى احنا استفدنا ايه من الاسئلة دي دلوقتي؟ ان احنا عرفنا اي حاجة power 0 equal what، اي حاجة power 0 equal ال1، والنيجاتيف اللي بره البراكت بنكتبه زي ما هو. هنبدأ مع number 5. 3x power 0، 3x ايه؟ power 0. احنا قلنا اي حاجة power 0 equal ال1، يعني x power 0 دي equal 1، فتبقى 3 times ال1 يبقى equal كام؟ equal 3. 7x power 0 برضو x power 0 equal ال1، يبقى 7 times 1 equal 7. if x equal ال y، يعني ايه equal x equal ال y؟ يعني لو ال x ب 3 مثلا يبقى ال y ب 3، فبكده يبقى ال x minus ال y ب 0. ليه؟ لان هما قد بعض ايا كان ال number، فيبقى 4 over 9 power 0، فيبقى السؤال كده 4 over 9 power 0، لان هما 2 numbers equal، واي حاجة power 0 equal ال1. half the number 2 power 10، يعني ايه half the number؟ half the number يعني divide it 2، half the number يعني divide 2، في divide بنعمل للباور ايه؟ minus. 10 minus 1 equal 9، فيبقى الانسر 2 power 9. 3 power 6 plus 3 power 6 plus 3 power 6 equal 3 power what؟ احنا بناخد واحد منهم وبنعمل له plus 1، يبقى equal 7. طيب حد يقول لي الرول ده جاي منين؟ تعالوا نشرح الرول ده جه منين. النمبر دي 3 power x plus 3 power x plus 3 power x، كلنا عارفين ال highest common factor، يعني بناخد الرقم اللي متكرر، مش هي 3 power x power 6 متكررة في كله، هاخدها common factor. يبقى يفضل مكان 3 باور اكس فضل 1، و 3 باور اكس التانية فضل مكانها كام؟ ال 1، و 3 باور اكس التانية 6 التانية فضل مكانها كام؟ ال 1. يبقى كده الانسر 3 باور 6 times 1 plus 1 plus 1 equal 3، و 3 دي ملهاش باور يبقى باور 1، فتبقى 3 باور 7. عرفنا جت منين؟ يبقى الانسر 3 باور 7، سهلة جدا. خلاص يلا بينا نكمل باقي الاسئله. تعالوا نشوف نمبر 10 بنفس الطريقه، هتبقى 7 باور، هاخد واحد منهم واعمل الباور بلس 1، فتبقى 4 باور 8. نفس الكلام هاخد واحد من النمبرز اللي تحت. طيب امتى بستعمل الرول ده؟ لو البيزز كلهم شبه بعض والباور كله شبه بعض، وفي في النص بينهم ايه؟ بلس. في في النص ايه؟ بلس. خلاص كده، يعني البيز اهي شبه بعض والباور شبه بعض وبينهم بلس، هكتب الفور والاكس اعمل لها باكس بلس 1، ويبقى هو ده الانسر. بصوا هنا 2 باور 3 باور 2، في 2 باور يبقى يتعملوا تايمز 2 تايمز 3 ايكوال 6، يبقى الانسر 2 باور 6. اظن الاسئله سهله وواضحه، يلا بينا نحل اللي بعده. نمبر 13، half the number، يعني ايه half؟ يعني over 2. احنا قلنا في الديفايد بنعمل للباور minus، فتبقى 8 minus 1 equal 7، تبقى 2 power 7. half the number 2 power 11، يعني divide 2، فيبقى الانسر 2 power 10. third of 3 power 9، يبقى برضو بنعمل divide، صح؟ مش third يعني هي divide، كلمة of يعني times، فتبقى 1 times 3 over 9 power 9 3 power 9، و 3 تحت يبقى divide. 9 minus ال 1 equal 8، فتبقى 3 power كام؟ 3 power 8. quarter of 4 power 16، 4 power 16 كلمة quarter يعني divide 4، فنعمل للباور minus 16 minus 1 equal 15، يبقى 4 power 15. أظن الفكرة كده سهلة وواضحة، يلا نكمل.
number 17 half the number 4 power 2 يعني divide 2. دي فيها مشكلة, دي 4. طيب انا لازم احل المشكلة, مش دي تحت 2 يبقى لازم اخلي ال 4 2. ازاي اخلي ال 4 2؟ مش 2 باور 2 ب 4, يبقى 2 باور 2 باور 2 زي ما هي. فكيت ال 4 لكام؟ ل 2 باور 2 over 2. 2 تايمز 2 2 باور يتعملوا تايمز فتبقى 2 باور 4 over 2. يبقى هعمل في الباور, هعمل للباور ايه؟ ماينس 4 ماينس 1 equal 3, يبقى 2 باور 3. 2 باور 3 equal كام؟ خلاص اهي الانسر. twice يعني ايه twice؟ يعني times, يعني 2 times 2 باور 3. ده معنى كلمة twice. الباور 1 في التايمز بعمل للباور ايه؟ plus 1 plus 3 equal 4, فيبقى الانسر 2 باور 4. trick يعني times 3, يبقى trick of this number 3 times 3 باور 5, بنعمل للباور ايه في التايمز؟ plus, فتبقى 3 باور 6. Additive inverse بنغير الساين, الadditive inverse بنغير الساين, 3 over 4 تبقى negative 3 over 4. Additive inverse of half negative half. كده تكون الفكرة دي واضحة. يلا نحل أسئلة كمان. The additive inverse, أول حاجة أي حاجة باور 0 كام؟ ب 1. الadditive inverse يبقى negative 1. Additive inverse of negative half باور 2. في كتير اول ما يشوفه يقول ده بالنيجاتيف فيختار الانسر اللي بالبوزيتيف. لازم احل السؤال ده الاول. احنا قلنا الباور الايفن بيبلع النيجاتيف خالص, هاف باور 2 او نيجاتيف هاف باور 2 على الكالكوليتر هيديني 1 اوفر 4, يبقى الاديتيف انفرس نيجاتيف 1 اوفر 4. سهله جدا وواضحه. يلا بقى اللي بعدها, سؤال نمبر 24. The additive inverse of what of negative 3 over 5 power 3. الباور الاود بيسيب النيجاتيف بس بيطلعها بره البراكت. 3 هوزع باور 3 عليهم هما الاثنين, 3 باور 3 equal 27 و 5 باور 3 equal 125. النيجاتيف عايزه احطها فوق او احطها في النص, واحد. حد يقول انا عايزه احل السؤال على الكالكوليتر, as you like, المهم تطلع الانسر صح. قلنا النيجاتيف فوق او تحت مش هيفرق معي. يلا بينا نمبر 20. 5. The multiplicative inverse. Multiplicative inverse يعني reciprocal of the number. يعني ايه reciprocal of the number؟ بنشقلب الفراكشن, او بمعنى اصح بنقول 1 over 3 over 4. بنعمل 1 divide الفراكشن ده, اللي هو احنا بنقول المultiplicative inverse بنشقلب الفراكشن فيبقى 4 over 3. اما مين اللي بيغير الساين؟ الadditive inverse. Multiplicative inverse of 2 over 1, 1 over 2 is 2 over 1 يعني ال 2. Multiplicative inverse of negative 1 over 5 power 0. أي حاجة power 0 ب 1. لما شقلب ال 1 هو أصلا تحت 1 فيفضل 1 زي ما هو. Number 28. The multiplicative inverse of this fraction. أول حاجة ظبط الفراكشن وبعدين أجيب المultiplicative inverse. هنا الانسر هيبقى negative 8 over 27. يبقى المultiplicative inverse هنشقلبه يبقى 27 over 8. النيجاتيف احطها في اي مكان مفيش مشكله. Multiplicative inverse of negative half. Negative half باور 2 نعملها على الكالكوليتر هيديني كوارتر. Multiplicative inverse هنشقلبه هيبقى 4 over 1 اللي هي equal 4. ما لقيتش ال 4 في الانسر يبقى هي 2 باور 2, لان 2 باور 2 هي اللي equal 4. 2 over negative 3 باور 2. الباور الايفن بيضيع النيجاتيف فتبقى ونوزع الباور فتبقى 4 over 9. negative 2 over 3 باور 2. الباور الايفن بيبلع النيجاتيف 2 ونوزع الباور 2 باور 2 ب 4, 3 باور 2 equal 9. ويبقى الانسر عندي كام هنا بقى؟ الانسر هيبقى عندي 4 over 9. سؤال نمبر 32. negative 3 باور 2 over 2 برضو الباور الايفن هيبلع النيجاتيف فتبقى 3 باور 2 ب 9 و 2 باور 2 كام؟ ب 4, فيبقى الانسر 9 over 4. negative 2 over 5 باور 3. الباور الاود بيسيب الساين فتبقى 2 باور 3 equal 8 و 5 باور 3 equal 125, ويبقى هو ده الانسر. حلينا على الفكرة دي كتير والمفروض انها خلاص كده ثبتت. يلا بينا نشوف دي كمان. 2 باور 3 times 2 باور 7.
في التايمز بعمل الباور a plus 3 باور 7 equal plus 7 equal كام equal 10. 3 باور 2 times 3 باور 3 يبقى 3 باور 5. x باور 7 x باور 3 times نكتب الاكس ونعمل الباور plus. هنا ما عندوش باور يبقى كأنه باور 1. هكتب ال 3 زي ما هي واعمل الباور a plus 2 plus 1 equal 3 فتبقى 3 باور 3 equal 27. السؤال ده مختلف عنهم. 2 باور 5 تايمز 3 باور 5 هنا عندي الباور هو اللي شبه بعضه يبقى نكتب الباور زي ما هو ودول المختلفين نعمل لهم تايمز 2 تايمز 3 ايكوال 6 ده يعتبر كانه رول جديد اول مره يقابلنا النهارده واحنا بنحل نفس تعالوا نحل عليه تاني 2 باور 9 تايمز 3 باور 9 الباور هو هو يبقى نكتبه ونعمل 2 تايمز 3 ايكوال 6 فيبقى الانسر 6 باور a ال 6 باور ال 9 يلا نمبر 40 سؤال نمبر 40 2 باور 7 ديفايد 2 باور 3 في الديفايد بعمل للباور a بعمل للباور ماينس فهنكتب ال 2 ونقول 7 ديفايد 3 يعني 7 ماينس 3 ايكوال ال 4 ال 2 فراكشن جاهزين في الديفايد بنعمل للباور a ماينس فهنكتب ال هاف باور 5 ماينس 3 ايكوال 2 يبقى هاف باور 2 ايكوال كوارتر الباور الاود بيسيب النيجاتيف في السؤال صح يبقى هتفضل النيجاتيف موجوده علشان هيبقى نيجاتيف وبوزيتيف نيجاتيف الفراكشن اللي عندي اللي هو 3 اوفر 5 هعمل في الديفايد للباور a ماينس 11 ماينس 9 ايكوال كام 2 محدش يقول لي ان الباور الايفن ده يضيع النيجاتيف لا هو في اول ستيب النيجاتيف فضل موجود خلاص طلع بره ملوش علاقه بالباور ده فتبقى 3 باور 2 ايكوال 9 و5 باور 2 ايكوال 25 نفس الكلام هنا الباور الاود بيسيب النيجاتيف فهيبقى النيجاتيف في السؤال فده بوزيتيف فنقول نيجاتيف وبوزيتيف نيجاتيف تفضل في الانسر بس ملهاش دعوه مش هتضيع لو باور ايفن هنكتب الانسر دي باور 1 فهتبقى 3 ماينس 1 ايكوال 2 يبقى النيجاتيف زي ما هي 3 باور 2 ايكوال 9 5 باور 2 ايكوال 25 فيبقى الانسر نيجاتيف 9 اوفر ال 25 نحل نمبر 44 a باور نيجاتيف 1 تايمز نيجاتيف 3 دول اتنين باور يتعملوا تايمز نيجاتيف 1 تايمز نيجاتيف 3 ايكوال 3 يبقى الانسر a باور 3 نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف 3 ايكوال بوزيتيف 6 يبقى ال a باور 6 نفس الكلام نيجاتيف 1 تايمز 3 نيجاتيف 3 نمبر 47 سؤال نمبر 47 هنكتب ال 3 ونعمل للباور بلس لان ما بينهم تايمز يبقى 6 بلس نيجاتيف 5 ايكوال 3 باور 6 ماينس 5 ايكوال 1 يبقى ايكوال 3 في طريقه تانية احلها ممكن اقول 3 باور 6 مش ده بالنيجاتيف يبقى ينزل تحت فتبقى 3 باور a 5 هاخد واحده منهم واعمل للباور ماينس 6 ماينس 5 ايكوال 1 يبقى 3 باور 1 ايكوال 3 طلعت نفس الانسر نفس الكلام انا ممكن اقول 3 باور 5 اوفر ده بالنيجاتيف ينزل تحت يبقى 3 باور 0 اي حاجه باور 0 ايكوال 1 وممكن اقول ايه اخد واحد منهم واعمل للباور بلس 5 بلس نيجاتيف 5 ايكوال 0 اي حاجه باور 0 ايكوال 1 5 باور نيجاتيف 1 طالما الباور بالنيجاتيف يبقى ال 5 تنزل تحت تبقى 5 باور 1 وال 1 ملوش لازمه يبقى 1 اوفر 5 نفس الكلام 2 باور نيجاتيف 1 يعني 1 اوفر 2 باور 1 وال 1 ما بيتكتبش 10 باور نيجاتيف 3 يبقى 1 اوفر 10 باور 3 اللي هي ايكوال 1000 حلينا جزء كده كبير سؤال نمبر 52 1 اوفر 7 باور نيجاتيف 1 الباور نيجاتيف 1 ده عليهم هما الاثنين صح علشان اخلص من الباور اللي بالنيجاتيف وعندي فراكشن جوه بشقلبه يعني لو انا قلت a اوفر b باور نيجاتيف n دلوقتي انا عايز اخلص من النيجاتيف اللي في الباور عشان اخلص منها هشقلب الفراكشن فيبقى b اوفر a باور ال n نفس الكلام عشان اخلص من النيجاتيف هتبقى 7 over 1 باور ال 1 ونوزع الباور عليهم فاللي هي تبقى 7 over 1 فيبقى الانسر 7 نفس الكلام اولا ال 1 ده اود فهيسيب النيجاتيف زي ما هو بس هيطلع بره فالنيجاتيف هيشقلب برضه ايه الفراكشن فتبقى 7 over 1 باور كام باور ال 1 والنيجاتيف يفضل زي ما هو فيبقى الانسر نيجاتيف 7
نفس الكلام هنا، اول حاجه الباور النيجاتيف عشان اخلص منه ايه هيشقلب الفراكشن فتبقى 7 اوفر 1 باور 2، ووزع باور 2 عليهم هما الاثنين فتبقى 7 باور 2 49، 1 باور 2 ب1 فيبقى الانسر ايكوال ال 49. الباور الايفن بيعمل ايه؟ بيبلع النيجاتيف، بيشيلها خالص كانسل، والنيجاتيف هيشقلب الفراكشن. انت ممكن تعمله على الكالكوليتر عادي مفيش اي مشكله، هتبقى كده هتبقى 3 باور 2 ايكوال 9 فيبقى الانسر ايكوال 9. نفس الكلام الباور بالنيجاتيف يبقى 3 اوفر 2 باور 2 فيبقى الانسر 9 اوفر ال 4. خلاص كده يلا نكمل اللي بعديهم. سؤال نمبر 57، الاي هي بس اللي باور نيجاتيف 1 فهي اللي هتنزل تحت، هي اللي هتنزل ايه تحت، فهتبقى 3 اوفر a باور 1 اللي هي ايكوال 3 اوفر الاي. 5 y باور نيجاتيف 1، النيجاتيف 1 دي على الواي بس يبقى الواي هي اللي تنزل تحت. نفس الكلام هنا عايز اخلص من الباور النيجاتيف يبقى شقلب الفراكشن فتبقى 5 اوفر 1 اللي هي ايكوال 5 باور 2. خلاص يبقى النمبر الانسر هي الفاي، عشان اخلص من النيجاتيف هشقلب الفراكشن فتبقى 2 اوفر 1 اللي هي مين، اللي هي ال 2. سؤال نمبر 61، if a equal negative 3، ال a ب negative 3 يبقى كده تعالوا نحل السؤال، يبقى ال a اللي هي ب negative 3 باور نيجاتيف 3. اولا الباور الاود بيسيب النيجاتيف في الانسر بس بيطلعها بره البراكت فهتبقى كده تمام. عشان اخلص من النيجاتيف هشقلب الفراكشن دي كانها اوفر 1 فيبقى النيجاتيف 1 اوفر 3 باور 3 يبقى الانسر نيجاتيف 1 اوفر 27. نيجاتيف 1 اوفر ايه 27، هنا مكتوب ال 1 يبقى فاضل مين، النيجاتيف وال 27. مفيش مشكله لو النيجاتيف نزلت تحت او كتبت فوق او في النص. ال a equal كام؟ ال a equal negative 2 يبقى ال a ب negative 2 فتبقى negative 2 باور negative 3. عايز تعملها على الكالكوليتر وتطلعها على طول as you like. الباور الاود بيسيب النيجاتيف في الإجابة فهيبقى الانسر فيه نيجاتيف، والفراكشن هي كأنها over 1 فهتتشقلب فتبقى 2 تحت 2 باور 3. 2 باور كام؟ 3 يبقى negative 1 over ال 8. ال 1 مكتوبة يبقى فاضل مين؟ فاضل ال negative 8. المالتيبليكاتيف انفرس يعني نشقلب الفراكشن مين ده لده، الاول احله وبعدين اشقلبه. 2 باور نيجاتيف 1 يعني هاف، المالتيبليكاتيف انفرس بتاع هاف يبقى 2 يبقى الانسر ايكوال كام؟ ايكوال 2. هنا بنعمل ال 2 باور النيجاتيف، الباور نيجاتيف 1 ده هنوزعه على ال 2 نمبرز. نخلي بالنا طالما البراكت كله معمول له باور نيجاتيف، تعالوا نمسح الشخبطه عشان يبان، لو انا البراكت هو كل الباور نيجاتيف 1 عليهم هما الاثنين فنوزعه عليهم هما الاثنين فتبقى 5 باور نيجاتيف 1 لوحدها والاكس باور كام نيجاتيف 1 تايمز نيجاتيف 1 ايكوال 1. مين فيهم اللي بالنيجاتيف؟ ال 5 يبقى تنزل تحت فتبقى اكس اوفر ال 5. السؤال ده مهم جدا لانه بيلخبط، في كتير منكم يفتكر ان النيجاتيف 1 الباور ده بتاع الاكس بس فيديها للاكس، لا هو للاثنين. The sum of measure of a cumulative، جينا الجزء الجيومتري، the sum of measure of a cumulative angle at a point، احنا قلنا ال cumulative angle at a point equal كام؟ 360. The two bisector of two adjacent supplementary angle، لو انا عندي اثنين supplementary angle زي دول، هنا في bisector وهنا في bisector للانجل دي، بيبقى الانجل ما بينهم right angle، ده رول ال 2 bisector الانجل ما بينهم بتبقى right angle. The angle whose measure 90 is what is right angle. ال acute angle supplementary بتاعتها ايه؟ لو انا عندي اتنين supplementary angle لو واحدة منهم acute بتبقى التانية ايه؟ obtuse، والعكس صح، يعني لو ال angle obtuse ال supplementary بتاعتها ايه؟ acute. تعالوا نحل number 69، measure of angle DCE. DCE اولا ده letter F، letter F شايفين letter F اهو letter F، يبقى الانجل دي corresponding angle equal 70 عشان هي corresponding angle.
if measure of angle DBF equal 90 عايزة ال x بكام؟ طيب هي مش دي ب 90 يبقى ال angle D plus ال angle D ب 90 صح؟ فاحنا هنقول يبقى 3x plus 2x equal كام؟ equal 90 2x plus 3x equal كام؟ 5x ال 5x ب 90 يبقى ال x equal كام؟ هعمل ال 90 ال 90 divide مين؟ هعمل ال 90 divide ال 5 ليه؟ لان انا عملت عندي 2x وعندي 3x عندي 2x وعندي كام 2x فهيطلع لي 50 90 divide 5 يبقى ال x equal 18 degree ال x بكام ب 18 degree طيب هو عايز ال x لا هو عايز angle ABD فينها ABD يبقى هعمل 2 times ال x ال x اللي هي ب 18 2 times 18 equal 36 البنتاجون عنده كام سايد 5 سايد تعالوا نسمعهم على جنب بنت هكس هبت اوكت ايه الكلام ده احنا كلنا عارفين ان الترينجل 3 خلاص حافظينها والكوادريلاترال اللي عنده 4 سايد زي السكوير والرومبوس والباريلو جرام والترابيزيوم فعندهم 4 ايه سايدز بس دول المختلفون بين هم ايه بنت هكس هبت اوكت بنت هكس هبت اوكت احفظهم كده بنت هكس هبت اوكت بنبدا بكامل بنتاجون 5 الهكساجون 6 الهبتا 7 الاوكتاجون 8 بنت هكس هبت اوكت بنت هكس هبت اوكت 5 6 7 8 سهله جدا يلا بينا نشوف سؤال نمبر 72 The number of diagonal of pentagon. إيه هو الرول بتاع number of diagonal؟ الرول بتاع number of diagonal equal n times n minus 3 divide 2. Divide A 2. ال n اللي هو number of side. البنتاجون عنده 5. فتبقى 5 times 5 minus 3 equal 2 divide 2. 2 times 5 10. 10 divide 2 equal 5. يبقى 5 diagonal. البوليجون اللي عنده 6 side اسمه إيه؟ اسمه hexagon. The sum السؤال ده مهم جدا The sum of measure of exterior angle of any polygon equal 360 equal كام 360 The sum of measure of exterior angle of triangle احنا قلنا اي polygon The sum of measure of exterior angle of triangle equal كام equal 360 The sum of measure of interior angle of triangle ال plus بقى بتاع ال interior angle بتاع ال triangle equal كام 180 خلاص كده تعالوا نشوف سؤال number 77 يلا بينا The sum of measure of interior angle of pentagon هو هنا عايز sum of angle الرول بتاع sum of angle equal a n minus 2 times 180 ده بيجيب sum البنتاجون عنده كام side 5 فيبقى 5 minus 2 equal 3 3 times l 180 هيبقى 540 The sum of measure of interior angle of octagon الاكتاجون 8 يبقى 8 نفس الرول 8 minus 2 equal 6 6 times 180 6 times 0 0 6 times 8 48 8 will carry 4 1 times 6 6 plus 4 10 يبقى 1008 The measure of exterior the measure of exterior angle of the equilateral triangle بالراحة هو عايز الميجر of exterior angle مش السم في سؤال تاني بيقول عايز السم of exterior angle قلنا ب 360 اللي فيه كلمة الاكستيريور وفي سم ب 360 لكن هنا بيقول لي انا عندي نركز في السؤال equilateral triangle equilateral a triangle عايز الاكستيريور angle مش احنا قلنا الاكولاترال اتش انجل ب 60 يبقى الانجل اللي بره دي بكام 180 minus 60 equal 120 نخلي بالنا The measure of exterior angle بيسأل عن angle واحدة مش السم لو السم يبقى 360 على طول الequilateral triangle الexterior angle بتاعته بكام 120 The measure of interior angle of regular polygon هنا the measure of interior angle عايز one angle عايز one angle أظن ما فيش الاس بتاعت الجمع The measure of interior angle angle واحدة إيه الرول بتاع الانجل الواحدة n minus 2 times 180 هو بس بنعمل divide n divide a n يبقى ده الرول بتاع الريجولار بوليجون لما بجيب الانتيريور انجل ال n هنحطها ب 5 فيبقى 5 minus 2
times ال 180 divide كام؟ divide ال 5. يعني احنا عندنا هنعملها على الكالكوليتر، هنقول ايه؟ هنقول هنكتبها زي ما هي كده على الكالكوليتر، فهيطلع لي الانجل الواحدة equal 108 مين؟ 108 degree. تعالوا نحل اخر سؤال، نمسح بس عشان يبقى الكلام واضح. سؤال number 81، يلا بينا نحله. How many sides of regular polygon if the measure of interior angle 120؟ بالراحة، ده angle واحدة، دي angle ايه؟ واحدة. الرول بتاع number of sides لما يبقى عندك angle واحدة 360 over 180 minus ال x degree. ايه ال x degree؟ دي ال 1 angle، المجر بتاع ال 1 انجل. طبعا لازم يبقى ريجولر، الريجولر هو اللي عنده الانجلز قد بعض اهي. يبقى ازاي بنجيب نمبر اوف سايد لو عندي 1 انجل 360 ديجري اوفر 180 ماينس ال 1 انجل، فيبقى 360 اوفر 180 ماينس 120 ايكوال 60، يبقى 6 sides 6a sides. سهلة جدا، يلا بينا. the measure of interior angle بيسأل عن angle واحدة of hexagon، الهكساجون عنده كام؟ 6، فهنقول 6 minus 2 times 180 divide a divide l6، لان احنا هنا بنجيب 1 angle، بنجيب 1a angle، هيطلع لي 120. the measure of each angle of regular octagon، الاكتاجون ب8 sides صح، يبقى هنعمل 8 minus 2 times 180 divide ال8، divide مين؟ ال8. خلاص هيطلع كل angle 135، هيطلع each angle equal كام؟ 135. هنا عايز each angle الانجل الواحد. the number of diagonal of quadrilateral، quadrilateral عنده 4، the number of diagonal الرول بتاعه بيقول ايه؟ n times n minus 3 divide مين؟ 2، ال n ب 4 يبقى 4 times 4 minus 3 ب 1 divide 2 يبقى 2 diagonal، يبقى عنده كام؟ 2 diagonal. كلنا عرفنا الرول بتاع number of diagonal، في مشكلة فيه؟ يلا نحل سؤال number 83. the measure of each angle of regular octagon، لسه حلينه اللي هو n minus 8 minus 2 times 180، لا دول حليناهم احنا هنا، حلينا دول، هنحل من اول 85. يلا بينا. the sum of measure of a cumulative angle at a point قلناها 360، the angle whose measure 90 is called right، ال acute angle ال supplementary بتاعتها obtuse، the quadrilateral in which has only two parallel sides. عندي quadrilateral الحاجة الوحيدة اللي بتميزه انه عنده two sides parallel، اظن عرفته. مين هو؟ الترابيزيوم. شكل الترابيزيوم بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى كده خلاص، بيبقى هما الخطين دول بس اللي parallel، وفي منه الايسوسيلس ترابيزيوم برضو اللي هو عنده الخط ده والخط ده ايه؟ parallel. خلاص يلا بينا نحل number 89. each two consecutive angle in parallelogram، يعني ايه consecutive angle؟ consecutive angle يعني اي two angles on the same straight line، يعني الانجل دي والانجل دي على نفس اللاين، فاسمهم consecutive angle. consecutive ايه؟ angle. the consecutive angle their sum equal 180، their sum equal ايه؟ 180، فبنقول عليهم supplementary. supplementary يبقى ال consecutive angle مالهم؟ supplementary. يعني ايه consecutive angle؟ ال two angles اللي جنب بعض على نفس اللاين. number 90. the sum of measure of two consecutive angle in parallelogram equal 180. A, B, C, D is a parallelogram. نحاول نرسم parallelogram. في حاجة مهمة لو عملتها غلط وانت بترسم هتحل السؤال غلط. ايه هي؟ ان احنا لما نيجي نكتب الاسم البرليلوجرام بنكتب مثلا هنا A, B، ما ينفعش اجي هنا واكتب C، لا لازم ايدك ورا بعض clockwise يا اما anti clockwise. يعني A, B يبقى هنا C وهنا مين؟ D، علشان ما نلخبطش. angle A equal مين؟ تعالوا نعرف properties بتاعت البراليلوجرام على السريع كده. اي two angles قصاد بعض في البراليلوجرام بيبقوا equal in measure، واي two angles على نفس اللاين supplementary. يبقى angle A equal angle C. A B C D is a parallelogram. تعالوا هنحل على نفس البراليلوجرام ده.
ماله بقى الباراليلوجرام عنده في انجل ايه ب50، لو انجل ايه دي بكام؟ ب50، يبقى البي بكام؟ ما الميس قالت الكونسيكيوتيف انجل ذير سام ايكوال 180، يبقى انجل بي ايكوال 180 ماينس 50 ايكوال 130، ايكوال كام؟ 130. اي بي سي دي از ا باراليلوجرام، تعالوا برضو نرسمه اهو، اي بي سي دي، لو انجل A ب55 يبقى انجل B برضو هعمل 180 minus ال 55 يبقى equal 125. A B C D is a parallelogram، لو انجل A D 60 يبقى انجل C اللي قصادها ها قدها صح، يبقى 60. ال opposite angle equal، ال opposite angle مالهم equal، يلا بينا نشوف 95. A B C D is a parallelogram، تعالوا نكتب بالليترز بطريقة تانية، مثلا A B بكتب ال C هنا، D ال A ب 60، ال A بكام؟ 60، يبقى ال B على نفس اللاين، يبقى بنعمل minus من 180، يبقى 180 minus ال 60 consecutive angle equal 120 degree. تعالوا نحل على نفس البراليلوجرام، A B C D is a parallelogram، angle A equal 70، لو angle A equal 70 يبقى B equal 180 minus 70 equal 110 كام؟ 10. خلاص كده يبقى حلينا أسئلة كتير دلوقتي عن الباراليلوجرام. تعالوا نكمل number 97. A B C D is a parallelogram if angle A equal 130، يبقى angle B equal كام؟ ال A وال B على نفس اللاين، يبقى نعمل minus من 180. انجل A و C، خلاص رسمنا الباراليلوجرام وحفظنا شكل رسمته، ال A و C بيبقوا قد بعض 130، يبقى هنا 130. انجل C 130، يبقى انجل A برضو 130. انجل A plus C equal 110، طب هم قد بعض اصلا، يبقى 110 divide 2 يبقى كل واحدة منهم بكام؟ ب 55. طيب انا عايزة B، طيب هي مش A و B على نفس اللاين، لو دي ب 55 يبقى انجل B بكام؟ 180 minus 55 equal 125. سهلة جدا. If A B C D is a parallelogram، نرسم parallelogram، نكتب هنا كده مثلا هنا A B C D، لو ال B C equal 8 و C D equal 6 يبقى البريمتر ايه؟ البريمتر بتاع الباراليلوجرام هم كلهم ده 8 اكيد وده 6، بس احنا بنكتبه زي البريمتر بتاع الريكتانجل، هيبقى 8 بلس 6 تايمز 2، او اعمل 8 بلس 6 بلس 8 بلس 6 يبقى ايكوال 28 سنتيمتر، يبقى ايكوال كام؟ 20 رايت انجل. الباراليلوجرام اللي الدياجونال بتاعته ايكوال ونوت بيربنديكولار، طيب بالراحه، هو الباراليلوجرام لو الدياجونال بتاعته كانت ايكوال احتمال يبقى ريكتانجل واحتمال يبقى سكوير، تمام، بس بيقول لي الدياجونال نوت بيربنديكولار، هو السكوير الدياجونال بتاعته بيربنديكولار، يبقى الاجابه ايه؟ ريكتانجل. خلاص طيب باراليلوجرام هوز دياجونال ايكوال، طالما الدياجونال ايكوال يبقى يا ريكتانجل يا ايه؟ الدياجونال طالما ايكوال يا ريكتانجل يا سكوير. باراليلوجرام whose diagonal r equal، لو هي الحاجة الوحيدة اللي بتميز من الديجنال r equal يبقى ريكتانجل، لان السكوير الديجنال بتاعته equal وكمان perpendicular. طيب الباراليلوجرام لو الديجنال perpendicular كده يا سكوير يا رمبس ونوت equal، مين اللي عنده ديجنال نوت equal؟ الرمبس، يبقى الانسر رمبس. تاني if two adjacent sides are equal in length in parallelogram، ركزوا كده، لو انا عندي باراليلوجرام خليت السايدز قد بعض، طبعا الانجل مش رايت، يبقى كده قلب بقى ايه؟ بقى رومبوس. عشان يبقى سكوير، ليه مش سكوير؟ الادجيسنت سايد يعني الخطين اللي جنب بعض، هو اصلا الانجلز بتاعته مش رايت انجل، فلو خليت السايدز قد بعض بقى شبه الرومبوس. لكن لو قلت لك الباراليلوجرام السايدز بقت ايكوال والانجل بقت رايت، يبقى كده يبقى سكوير. فهمنا الفرق ما بينهم؟ لو انت الدرس ده لسه ما ذاكرتهوش، افتح الفيديو بتاع الباراليلوجرام والسبيشال كيسز وذاكره وارجع حل دول. تعالوا نكمل بقية الأسئلة. خلاص فاضل معايا سؤالين. If two adjacent sides are equal in parallelogram، لو two sides بس equal في الباراليلوجرام هيبقى قلنا ايه؟ رومبوس.
the side length of rhombus which its perimeter. البريمتر بتاع الرومبوس السايز كلها قد بعض، فيبقى البريمتر هعمل له ديفايد 4 عشان اجيب ال one side، يبقى ال one side equal 9 زيه زي السكوير، يبقى perimeter of square هو هو perimeter of rhombus. طيب اول حاجة انا ممكن لازم ارسم الرومبوس، مش مهم الرسمة مظبوطة، تعالوا زي دي A B C D. بيقول لي A C perpendicular لمين؟ لل B D، صح كده؟ يبقى ال A C perpendicular to B D. وممكن تقول ال A C الميس استعملت دول يبقى perpendicular to مين؟ to B D. وبكده يكون الفيديو بتاعنا النهاردة خلص. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتستنوا فيديوهاتنا الجاي. باي.